ويا مرحبا. يا مرحبا، كيف كان؟ صلى تكونوا بألف خير يا رب. صراحة كثير اشتقت لكم، صلى تكونوا تمام التمام وتحبوا فيدي اليوم. كثير طلبتوا مني روتين زين بالمدرسة. طبعا هاي أول يوم لزين بالمدرسة، هو روضة أول يوم صورتوا منه، بضل ذكرى ومنه تشوفوا، بنشارككم هاي الأوقات. فما تنسوا اللايك وما تنسوا الاشتراك، وكثير كثير بحبكم. هلأ أول شيء زين سلم عليهم. يا مرحبا، كيفكم؟ اشتقتوا لي ولا لا؟ اشتاقوا لك ولا لا؟ ماما والله ما بعرف، بس يعني هنا رح يحكوا. المهم هلأ اللي شاف فيديو مشتريات يزن بخربط بيناتهم، مو بس انتو، مشتريات يزن للمدرسة، بيعرف انه أنا ما اشتريت شيء لزين أبدا أبدا أبدا. ليش؟ لأنه هو روضة، وإذا شفتوا بتكفوا الفيديو للأخير راح تشوفوا الروضة بتختلف تماما عن الروضة بسوريا. يعني الروضة كلها ألعاب. والمهم هلأ اللي طلبوا منا شغلتين، يعني أنتوا أكبر قدر، شحاطة مشان يلبسوها بالروضة وشنطة أكل. هلأ أنا رحت لأشتري له شنطة، صار بده لانش بوكس، شاف هاي اللانش بوكس وأصر أصرارا كبيرا أنه بده إياها. ليش أنا بدي اللانش بوكس؟ إيه ماما اللانش بوكس. لا، وبعد ما رحنا على الطريق ليش غيرت رأيك؟ لا بدي شنطة. بدي لانش بوكس كتير حلوة. طيب ماشي، هاي جبنا لانش بوكس. هلا بعد ما رجعنا، هلا نحنا صورت هاي الأول مقاطع بالليل بالماركت، بعدين لما رجعنا هاي الثاني يوم أنا مفكرة زين رح يفيق متنشط، هو دوامه صباحي، يعني بيروح من 8 الصبح للساعة 12 للساعة 1. إيه فهو صار يبكي، ليش ما بدك تروح؟ لأنك كتير تعبان. كتير تعبان؟ ليش كتير تعبان؟ لأنه ما قدرت أروح على المدرسة. ماما على أساس أنا متحمس. يزن بصفوي. يزن مو بصفك يا عمري، يزن لحال وأنت لحال، يزن صف ثالث، أنت روضة شلون بدي يكون معك يزن؟ يزن لحال؟ إيه إيه يزن لحال، ما يصير. طيب أنت خديني ماشي. ماشي، يا الله عليك وصوت الجرس. لأن المدرسة كثير كثير قريبة على البيت. كنت أغسل وجهي وكنت أفرش أسناني، وهلأ لنحط أكل. أكل والأكل هلأ فطور صحة. وهنا هلأ هون بعد ما فيكته بالزور، فيكته أنا والله فكرت رح يتحمس عن جد. فبعد ما غسل فرش أسنانه كنت عم أحط له أكل، وزين ويزن مو زين ويزن، يزن ورؤوف كانوا نايمين، لأنه يزن بيروح الظهر وزين بيروح الصبح، يعني دوام هون ابدا مو نفس الشيء. انا اروح الصبح؟ ايه انت تروح الصبح. ايه ماشي. يا الله انت مو معي يزن. فالله مساء سيد محمد، كنت عم احط له اكل هون على السريع، لانه عن جد تاخرت لبين ما حطيت لانش بوكس ولبين ما شربت القهوه، وما بعرف، ويعني كان عن جد وقتي ما بعرف شلون. ماما طيب انا شو بدي اعمل بالمدرسه؟ يا عمري كمان بدي اقول لك شو بدك تعمل بالمدرسه. هلا بس تروح المدرسه وتشوف الروضه قد ايه حلوه، وفيها كثير العاب حلوه وفيها شغلات حلوه، راح تصير ما بدك ترجع على البيت. هناك بيعلموك شغلات شوي شوي، يعني مو بسرعه راح يخلوك تكتب ولا بسرعه راح يخلوك تقرا، يعني شغلات كلها حلوه. مشان هيك لازم هلا تفطر وتخلص وترجع تغسل وترجع كمان تفرش اسنانك مشان امشط لك وتلبس وتروح المدرسة. تمام ماما، لا أكون قوي ما رح أخاف من المدرسة. أيوة لازم تكون قوي وشطور، والأنسة أكيد رح تحبك لأنه أنت كثير كثير حلو. أنا هلأ أحب هون الأنسة. تحبها؟ هلأ تشوفها. هلأ هون كنت عم أشرب القهوة وشوف البلكون والمدرسة، ما في بيناتهم شيء أبدا. هلأ متحطي لانش بوكس. إيه هلأ المدرسة كثير قريبة من البيت، في شارعين بيناتنا، مشان هيك لا تخاف، يعني بس تحكي لي ماما أنا أسمعك. هلأ هون كنت عم حط لانش بوكس، هاي اول لانش بوكس عملته لزين، وصورته شورت فعملته بالطول مشان هيك تحسوا شوي مايل. وسالتوني ليش الانسة هي اللي تكتب هلا هون كان سيرفست، بما انه اول يوم حطينا نحن، بس المزبوط انه هي بتحط اكل، يعني هي بتكتب لنا ليستا بالاكل، مثل يعني انه كل يوم في اكله محدده، لازم كل الاهالي يحطوا نفس الاكل، لانه بيحكوا انه الاولاد بيشوفوا اذا مثلا والله يا زين جايب اكل غير والولد جايب اكل غير بيشتهم من بعض، فابدا مو حلو. فعن جد حلوه فكرتهم ومزبوط، الصف الاول بيطلعوا على الفرصه بيروحوا يشتروا او حدا بيكون معه اكل، اما بالروضه على طول بالصف بيطلعوهم شوي، يعني بوقت ما يكون في اولاد بالباحه، فحلوه فكرتهم. هلا هون كنت عم لبس زين، كنت عم مشط له عم احكي له ماما لا تخاف خايف.
ايه خايف. يا ربي ما حكيت لي بدك تكون قوي، لازم تكون قوي ماما، ما في شيء اسمه خايف. ما في. بدي تحكي لي الانسة زين، شوك اكلي، شوك شاطر، كثير كثير شاطر، هيك لازم الانسة تحكي. لازم هلا انا اكون قوي. اي صح، هلا هون هي المدرسة كثير كثير قريبة على البيت، فانا كنت عم رحنا على المدرسة. ايوه رحنا على المدرسة. حبيت الروضة ولا ما حبيتها؟ حبيتها. شفت شلون حكيت لك في شغلات حلوة ولا تخاف، والأنسة عن جد الأنسة كانت كثير حبابة وحبته للزين، يعني حبيتها للأنسة. حبيتها وتقريبا ضليت معه ساعة بس مشان أشوف شلون بده يتصرف، إنه فينا نحن أول يوم نضل معهم يعني، حتى إنه لحتى يرجعوا على البيت، بس أنا شفته كثير كان مبسوط فرجعت على البيت، والصدمة إنه لما راح ضياء يجيبه كان عم يبكي، كابب الأكل على حاله. طب ليش صرت تبكي؟ لأنه خفت عليك انت تاخذين على البيت. لا تخاف، تقريبا ضل 5 ساعات، بهالخمس ساعات كان عن جد خايف انه لا تخاف ماما. هلا هون بعد ما جابه من الروضه تقريبا هاي روتين زين، من لما فيقته لاخذته، يعني هاي اللي بيصير معنا تقريبا وراح يصير كل يوم، فمشان هيك هاي اخر الفيديو، ان شاء الله تكونوا حبيتوه وانبسطتوا معنا. حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، باي. وزين والفت كثير بيحبوكم، يلا ضلوا بألف خير، باي.